معانا عبر الهاتف واحد من اسماء المهمه في منتخب مصر، الاسماء اللي كتر خيره كارلوس كيروش وراها لنا، قال لنا ان اللاعب ده كبير، اللاعب ده مهم. ولما شفنا اختيارات كارلوس كيروش وبدانا نخور كده ورا فيديوهات احمد ياسين بقى وشغله الفني في المواسم، الموسم ده والموسم اللي فات، لقينا مدافع كبير ومدافع واعد وحاجه تفرح جدا. النجم احمد ياسين مدافع منتخب مصر ونادي البنك الاهلي. احمد صباح الخير، مشرفني ومنورني. صباح الخير يا كابتن كريم، وانا مبسوط ان اعمل مداخله مع حضرتك. طبعا انا سعيد جدا. قول لي بقى احساسك وانت بره المنتخب دلوقتي، وان شاء الله يبقى ليك دور باذن الله باذن الله في كاس العالم لما نصعد لكاس العالم، وانت شايف زمايلك رايحين لمهمه صعبه وثقيله زي ديت. لا طبعا بدعي لهم طبعا من قلبي، طبعا ربنا يكرم منتخبنا باذن الله ويصعد كاس العالم طبعا، واللعيبه دي رجاله وان شاء الله باذن الله يعملوا حاجه ويفرحوا شعب مصر كله باذن الله ويفرحونا كلنا ويصعدوا كاس العالم باذن الله يا رب. يا رب ان شاء الله. انت متفائل يا احمد؟ طبعا ان شاء الله باذن بصراحه الله. متفائل طبعا. طيب القائمة الحالية لمنتخب مصر قائمة بإذن الله كلنا متفائلين بيها، كلهم يبقوا رجالة وكلهم يبقوا على قد المسؤولية ويعملوا حاجة بإذن الله ونصعد لكأس العالم. أنت بقى اشتغلت مع كارلوس كيروش، أنت اللي تقول لنا الراجل ده قد إيه بيشتغل، قد إيه بيجتهد عشان يعمل حاجة محترمة لمنتخب مصر، أنت شاهد عيان حرفيًا يعني. لا بصراحة يعني أنا واحد من الناس يعني كان حلم إن أبقى موجود في منتخب مصر، ده كان بيبقى مجرد حلم ان انت موجود في منتخب مصر، وانت يعني بتبقى يعني لازم تلعب اهلي والزمالك وتبقى يعني موجود في الصوره بشكل مستمر عشان تبقى موجود في منتخب مصر. فانا ربنا كرمني في ماتشات الدوري لقيت نفسي موجود في منتخب مصر، ف حاجه كبيره طبعا. فمستر كروش بصراحه يعني انا كنت موجود معاه، الراجل بيشتغل يعني على مدار الساعه، بيشتغل بشكل كبير جدا في الملعب وبره الملعب، وبيتكلم مع لعيبه بشكل كويس جدا. لا فمدرب كبير جدا وباذن الله يقدر يوصلنا كاس عالم باذن الله. لما اختارك المنتخب هو جهاز المعاون طبعا، قال لك هو اختارك ليه؟ جهاز المعاون قالوا لك كيروش اختارك ليه؟ بص على ارقامك، بص على شغلك الفني، كان تفكيره فيك في ايه؟ اه طبعا هو بالاول يتفرج في الملعب، بعد كده بيجيب ارقامك انت كمدافع، بيبص تمريرتك طالعه من رجلك صح ازاي، بتقطع قد ايه كده. عظيم جدا. طيب انت بقى الشغل الفني اللي اتعاملت بيه مع كارلوس كيروش، كنت دايما بتكلم هنا مع ضيوفي الاعزاء ان الراجل ده دايما السنتر باك معاه محمي، يعني تلاقي لاعب وسط مدافع معاك، هتلاقي الظهير الايمن او الايسر معاك، الشغل الفني الدفاعي عشان احنا بنشوف منظومه دفاعيه محترمه جدا مع كارلوس كيروش. بص هو يعني مستر كيروش يعني في بطوله افريقيا بالذات كنا بندافع شويه يعني علشان برضو طبيعه البطوله نفسها وكده، بس هو من طبيعته ان هو ما بيحبش يدافع كتير. انا ما بحبش ادافع كتير، بس المدافع بيبقى محمي معاه يخلي شويه يعني باك طالع وباك يعني يثبت شويه، ده طبيعي. يعني واحد بيطير مثلا والتاني بيبقى ثابت شويه، وفي قدامنا يعني واحد ديفندر بيبقى ثابت شويه. بس فيعني بصراحه الراجل شغله كويس جدا، وان شاء الله باذن الله انا متفائل جدا بيه باذن الله. بس انت دلوقتي قلت لي نقطه مهمه جدا ممكن تبقى غايبه على بعض الناس، انت بتقول لي انه الراجل بيحب اللعب الهجومي مش الدفاع، الناس متصوره ان كارلوس كيروش من المدربين اللي بيحبوا اللعب الدفاعي اكتر. لا طبعا، بس انت على حسب ظروف يعني اقول لك ايه، على حسب ظروف الماتشات اللي قدامك. صحيح. يعني على حسب ظروف الماتشات اللي قدامك، يعني معلش يا كريم انت مش هتيجي تلاعب مثلا السنغال زي ما بتلاعب مثلا جيبوتي مثلا. لا ما طبعا بتختلف، ويعني مع كامل الاحترام طبعا لمنتخب جيبوتي طبعا. طبعا طبعا. بس انت بتتكلم على فريق الامكانيات. لا لا طبعا طبعا. بس انا بتكلم دلوقتي يعني دلوقتي انت ماتش محتاج تكسبه عشان تصعد كاس عالم، فمش هتبقى طبعا بتبقى الدنيا 50 50 طبعا. انت وانت موجود مع المنتخب فكره القصه بتاعت انه كارلوس كيروش مش مدرب طموح ومش مدرب مش عايز ينجح مع منتخب وجاي وبيعتزل والكلام اللي احنا بنسمعه كل شويه ده، انت بقى كنت بتحس بايه وانت في معسكرات المنتخب؟ لا انا طبعا كلنا بنشوف الكلام ده كله يا كابتن تمام. بس انا دلوقتي يعني راجل زي ده جاي معلش اعرف ياسين بالناس، واعرف ناس بياسين، واعرف حسين فيصل واسامه فيصل ومروان ومروان داوود ومروان حمدي، معلش برضه احنا يعني كانت هتبقى فرصتنا قليله لو الراجل ده مش موجود. صح صح تمام. بس يعني دلوقتي هو الراجل بيطلع لك، بيحاول يطلع لك جيل جديد يبقى موجود بعد كده. هو ليه المنتخب مثلا يفضل حكر الناس 10 سنين ورا بعض؟ لا ما لازم الناس بتخش في الوسط وفي الاول وفي الاخر لازم، اصل هي دي طبيعه الحياه يا كابتن. صح. معلش محمد عبد المنعم دلوقتي ربنا كرمه في بطوله افريقيا كان عاملها بشكل كويس جدا. صح. ما هو ده برضه من اختيارات الراجل. ما كانش حد متوقع.
كانش في حد متوقع محمد عبد المنعم، ما كانش حد متوقع قبل كده احمد ياسين، ما حدش متوقع الاسماء دي عمرنا ما كنا نتخيل اصلا ان احنا نشوف. ما شاء الله دلوقتي مع عبد المنعم بقى كويس وراح الاهلي، ما دي حاجه من الراجل برضو طبعا. مظبوط. طيب حاجه كمان هسالك عليها، هل انت تواصلت مع لاعبي منتخب مصر، دعمت منتخب مصر، اي من لاعبي منتخب مصر، حد من جهاز المعاون المدير الفني، اتكلمت معاهم قلت لهم يلا كلنا معاكم ان شاء الله ونوصل؟ لا طبعا كلمت اللعيبه الموجوده من المنتخب طبعا. هي. والناس كلها يعني الناس كلها يعني متفائله بشكل كبير جدا يعني باذن الله، وان شاء الله باذن الله هنصعد كاس عالم باذن الله يا رب. وانت بره بقى حاسس انه يلا صعدوا كاس العالم عشان العب كاس العالم، بتفكر كده؟ طبعا طبعا، ليه لا، ما تعرفش ربنا شايل ايه. صح، يعني ربنا ممكن مش كاتب لي مثلا الفتره دي وكاتب لي فتره تانية. برافو عليك. ليه لا، انا ادوس على نفسي اكتر في ماتشات الدوري، ممكن انا ممكن قصرت مثلا في الفتره دي، لا ادوس على نفسي اكتر عشان ربنا يكرمني، ليه ممكن نروح كاس عالم. ليه لا، عظيم، روح عظيمه يا احمد والله، دايما موفق ومدافع كبير ومدافع رائع ومدافع واعد جدا. احمد ياسين مدافع منتخب مصر ونادي البنك الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.